خلونا نتابع الأخبار. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار تضامن مصر مع شعب العراق الشقيق للمساهمة في مجابهة انتشار فيروس كورونا، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية ومواد التطهير التي ستساهم في تخفيف العبء عن دولة العراق. المساعدات دي بتأتي انطلاقا من الدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة في أوقات المحن والأزمات. خلونا نتابع هذا التقرير. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار تضامن مصر مع شعب العراق الشقيق للمساهمة في مجابهة انتشار فيروس كورونا، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير والتي ستساهم في تخفيف العبء عن دولة العراق، حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير والمقدمة من جمهورية مصر العربية. وأكد دكتور أحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق بمصر على أهمية تلك المساعدات في مساهمة قطاع الصحة العراقي في مجابهة انتشار فيروس كورونا. أشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة على تقديم هذه المواد الطبية والأجهزة والأدوية إلى العراق، وحقيقة ليس بالغريب أن تكون هذه المساندة بين البلدين الشقيقين، وهذا نابع من الترابط التاريخي بين البلدين الشقيقين والعلاقات التاريخية والأزلية بين العراق ومصر. كان في استقبالها عدد من المسؤولين بجمهورية العراق، وأعرب الجانب العراقي عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات. تشرفنا اليوم باستقبال المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر إلى جمهورية العراق. هناك تنسيق كبير بين البلدين وخاصة فيما يخص مكافحة جائحة كورونا، وهذه المساعدات هي عبارة ودلائل على التعاون بين الشعبين الشقيقين المصري والعراقي، وهي ليست بغريبة على جمهورية مصر ولا على الشعب المصري هذه المساعدات. شكرنا وتقديرنا باسم الحكومة العراقية وباسم وزارة الصحة وباسم الشعب العراقي إلى حكومة مصر العربية وإلى الشعب المصري على هذه المساعدات. تأتي تلك المساعدات انطلاقا من الدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة في أوقات المحن والأزمات.